أما أيضا عبر شاشة تلفزيون الفجر الجديد، نذهب إليكم مباشرة إلى فقرتنا التالية، حيث نسأل ونستفسر: لماذا الشعب الفلسطيني بعيد عن مناعة القطيع؟ وما هي الفكرة من هذه الدراسة التي قام بها مركز استطلاع الرأي في الجامعة العربية الأمريكية؟ لمزيد من التفاصيل حول هذه الدراسة وإلى ماذا خلصت، وربما التوصيات أيضا سنتحدث عنها مع الدكتور نوار القطب، رئيس قسم العلوم الصحية في الجامعة العربية الأمريكية. أسعدتي صباحا بكل الخير دكتور نوار. هلا، صباح النور إلى كل المستمعين، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. يعني بالبداية نسأل ونستفسر: ما الفكرة من هذه الدراسة، ولماذا الشعب الفلسطيني بالفعل بعيد عن مناعة القطيع؟ أكيد إحنا في الدراسة كان هدفنا تكوين صورة عن مدى انتشار الأقسام المضادة بين أبناء شعبنا، بخلاف الاختبارات التشخيصية اللي بنسمع عنها اللي بتصير اللي هي PCR، لما شخص يكون عنده شك إنه انصاب بفيروس SARS-CoV-2 أو عنده الكوفيد-19 بيروح بيعمل الفحص اللي هو PCR، يا بيكون ظاهرة عليه أعراض يا بيكون شاكك إنه صار في اختلاط. هلا الفحوصات اللي احنا قمنا فيها هو انه شفنا اذا في عند الاشخاص السكان كعينه عشوائيه اذا موجود عندهم اجسام مضاده، لانه احنا بنعرف انه في نسبه عاليه من الاشخاص اللي يصابوا بالفيروس ما تظهر عليهم الاعراض، وممكن انه ما يعرفوا انهم اصلا انصابوا بالفيروس. صحيح. هلا كمقاومه من جهاز المناعه بيطلق جهاز المناعه الاجسام المضاده اللي ممكن انها تضلها بجسم الانسان لفتره معينه، لسه مش معروف، في دراسات عم بتحاول تاكد الفتره الزمنيه اللي بضل فيها هاي الاجسام المضاده 3 أشهر او اكثر. فاحنا حبينا انه ندرس مدى انتشار هاي الاجسام المضاده، اي كم عدد الأشخاص اللي ممكن قد أصيبوا بالفيروس لم تظهر عليهم الأعراض وكونوا الأجسام المضادة، وهيك إحنا بنقدر نشوف إذا الشعب عنده مناعة، أي إذا الشعب قريب من اللي بنسميها مناعة القطيع. إيش هي مناعة القطيع؟ هي شكل من أشكال الحماية غير المباشرة اللي بتتكون لما نسبة عالية من الشعب بنصابوا بعدوى معينة، هون عم نحكي على الكوفيد-19، بشكل مناعة إما طبيعية أو غير طبيعية. الغير طبيعية بتكون عن طريق اللقاحات، بما إنه ما في هلأ لقاح للأسف لسه، فإحنا عم نحكي على المناعة الطبيعية اللي هو ممكن إنها تكون تشكلت لأنه نسبة عالية من الأشخاص، ولما نحكي عن مناعة القطيع عم نحكي على 60% أو 70% من الأشخاص انصابوا بالفيروس، كونوا أجسام مضادة، صار عندهم مناعة، وبالتالي بصير في قطع لسلسلة العدوى، يعني بنحد من انتشار. نعم. طب في أي المناطق كان واضحا دكتورة نوار من خلال الدراسة أن وفقا للتوزيع الجغرافي بالتأكيد هي أقل مناعة، مثلا سواء كانت في الضفة في الداخل أو في مناطق مختلفة ربما تتعلق بالمسح الميداني الذي قمتم به من خلال هذه الدراسة؟ هلا احنا الدراسه كانت مبنيه على عينه عشوائيه اتاخذت من 11 محافظه ضمت 120 قريه ومدينه في الضفه الغربيه فقط. نعم. للاسف ما قدرنا نضم غزه، واكيد الداخل صعب كان. فبناء على احنا انتشر عندنا طواقم من كليه التمريض في حرم جامعه جنين، مشكورين الطواقم اللي يعني لفوا على 11 محافظه، تم تجميع عينات الدم من سكان في بيوتهم كشكل، يعني هين عملت الدراسة عشان تضمن انه تكون العينة عشوائية وبتضم كل المناطق. تم سحب عينات الدم، تم عمل كان في استمارة مع الطواقم عشان يسألوا الأشخاص إذا كان في عندهم أعراض، إيش الأمراض ممكن اللي هم من بيعانوا منها. برضو كان في عنا استبيان ضم إنه الوعي والبراكتسز تبعت
الأشخاص اللي تم سحب الدم منهم، تم نقل عينات الدم باستخدام بروتوكولات صحية صحيحة لحرم الجامعة في رام الله، وعندنا برام الله انعمل الفحوصات للتوتال أنتي بوديز، يعني الأنتي بوديز المختلفة، لأنه إحنا بنعرف في أنواع مختلفة صحيح من الأجسام المضادة. صحيح بالضبط، أول الإنفكشن لما يكون في أكتيف إنفكشن، بعدين في الاي جي جي اللي بيكون بعد فترة بيطلع وبيضل بالجسم. فانعملت الفحوصات باستخدام، وأنا بحب أحكي للمستمعين إحنا ما استخدمنا الرابد تست، لا كان باستخدام جهاز كيت عالية الدقة، كان في عنا اللي منسميهم البوزيتيف كنترول، اللي هو عشان احنا استخدمنا عينات دم من مرضى تعافوا قدرنا نشوف عندهم انتي بوديز كبوزيتيف كنترول عشان برضو نتأكد انه من صحة النتائج. وهوني احنا قدرنا نشوف اذا في انتي بوديز بهاي العينات ولا لا. للأسف يعني كانت النتيجة قريبة من الصفر، مما بدل أن الشعب الفلسطيني لسه عرضة للإصابة للفيروس. إذا نقارن عشان أجاوب سؤالك بالداخل، انعمل في مسوح عشوائية شبيهة، هلا إحنا الدراسة كانت خلال من يعني من نص ستة لآخر ستة تقريبا. بالداخل انعمل مثلا مسحة عشوائية في شهر ستة، كانت برضو النسب قليلة حوالي 2% بين الشعب في يعني بإسرائيل، يعني بمناطق مختلفة بإسرائيل. عم بيرجعوا بعيدوا مثل هذه الدراسات عن طريق صناديق المرضى مكابي وكوبات حليم وهيك، وبرضه بينوا انه برضه لسانا بعاد عن مناعة القطين، النسب تراوحت بين 1% ل 8%، احنا بعاد عن 60% او 70% اللي اذا بدنا نعتبر انه ممكن انه يتكون في عنا منهجية مناعة القطيع. نعم، اجمالا هذا يعطي اشارة الى اننا ربما بحاجة الى ترتيب الشؤون الصحية بشكل اكثر، الاجراءات الوقائية والتعليمات المتعلقة من اجل بصراحة مقاومة هذا الفيروس. إجمالا نأمل المزيد من الدراسات، والتي لربما تساهم دائما وأبدا في المساندة والدعم لمواجهة الجائحة الصحية أو ما يسمى في هذه الأيام بأزمة الكورونا. نتمنى لكم كل التوفيق والديمومة في الأبحاث العلمية والمزيد منها في الجامعة العربية الأمريكية، وبالتأكيد في مختلف الجامعات الفلسطينية. أشكرك جزيل الشكر الدكتور نوار القطب، رئيسة قسم بالتأكيد الدراسات الصحية في الجامعة العربية الأمريكية والدراسات العليا. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وهذا التوضيح.